تسأل عن ونيسة القبر، أي الذبيحة التي تذبح عند موت الميت، هل لها شيء من الصحة أو تفيد الميت؟ يقول بعض المشايخ عندنا في مدينة حلب إنها لا تنفع الميت ولا تقدم ولا تؤخر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الميت لا ينفعه إلا عمله الصالح الذي قدمه قبل حياته، وينفعه كذلك ما ثبت الدليل به من أعمال الأحياء كالدعاء له وطلب المغفرة له أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة عنه. هذه أعمال يصل ثوابها إلى الميت لقيام الدليل بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذبيحة التي تذبح بعد موته اتخاذ ذلك عادة أو سنة متبعة، فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، وهو كما قال هذا الشيخ جزاه الله خيرا، لأنه لا ينفع الميت ولا يقدم ولا يؤخر. والتزامه عند موت كل ميت أو في وقت محدد يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع هذه الذبيحة للميت بعد موته، وإنما شرع لأمته الصدقة عن الأموات والدعاء لهم والحج عنهم والعمرة عنهم، إما فريضة وإما نافلة، فريضة إذا لم يكونوا قد أدوا الفريضة أو نافلة إذا كانوا قد أدوا الفريضة. هذه هي التي ثبت الدليل في أنها تنفع الأموات من أعمال الأحياء. نعم.